غزل البنات طول عمرنا بنحبه، شوية سكر بيتحطوا في المكنة وبعد كده يطلعوا الشعر بتاعهم ونجري وناكله. دلوقتي غزل البنات بقى يتعمل أشكال، قلب تلاقي، ميكي تلاقي، حاجات كتيرة جدا. أنا لما روحت شارع المعز قابلت الشاب المحترم وقال لي لازم أديك هدية، عمل لي قلب شكله جميل جدا، حاجة كده أنا انبسطت بيها. حبيبي السوشيال ميديا بيتعاملوا ربنا احلى عم عدنان في الدنيا. السلام عليكم. لا شكرا ايه هدية والله ربنا يخليك. ده بيبي الهدية حبيبي مساء طيب. غزل البنات وايس كريم وصباح الفل عليك. الأجواء الرمضانية الجميلة لقيتها في شارع المعز، وبصراحة يا جماعة يوم الخميس والجمعة شارع المعز زحمة جدا، يعني اللي حابب ياخد أولاده وينزل نصيحة، سبت حد اتنين تلات أربع روحوا هناك استمتعوا، لأن كل مصر بتكون موجودة في شارع المعز. طبعا انتوا شايفين الزحمة والناس قد إيه، بس بصراحة الجو الرمضاني الجميل حاجة كده الواحد يكون مبسوط وهو ماشي في وسط الناس كده، وكمان اللمة الحلوة والخروجات الجميلة. شارع المعز من الشوارع العتيقة في منطقة الجمالية، اللي حابب يروح بقى شارع المعز ينزل العتبة ويركب ميكروباص صغير وينزل على طول على الحسين، ومن الحسين يخش على الساخة وبعد كده يخش على شارع المعز. واللي حابب بقى يجي من أي مكان تاني ممكن ياخد تاكس أو ياخد أي حاجة ويجي شارع المعز. شارع جميل وفي حضارات جميلة جدا موجودة فيه عريقة، وأحلى حاجة بقى وانتوا ماشيين هتلاقوا ناس بتتصور وكمان ناس بتعمل حنة زي الأخت اللي قاعدة دي، ترسم لكم بقى الأشكال الجميلة اللي كل البنات الصغنطتين بيحبوها. وأحلى حاجة بقى هناك هتلاقوا في شارع المعز ناس كده بتتجمع ويقول لك تعالى بقى تصور، ويلبسك اللبس كده الصاغ الهندي او اللبس الفرعوني، حاجات جميلة جدا الواحد شافها في شارع المعز. محلات جميلة وناس طيبة، وشكرا على الهدية الجميلة اللي انا خدتها من الشاب المحترم. في نفس الوقت كمان ان الواحد لما بيمشي كده في الاماكن الاثرية دي بيبقى مبسوط جدا. مصر حلوة وبلد جميلة، واحلى حاجة ان الشعب بتاعها شعب طيب مضياف، مش عشان انا والله مصري لكن دي حقيقة، الناس هنا طيبة. اتمنى من كل الاخوة في الوطن العربي وكمان في الدول العربية والاجنبية كمان ييجوا مصر ويستمتعوا بالجمال والحلاوة اللي موجودة في شارع المعز. وانا بنصح الناس لاخر مرة بقول لهم يا جماعة خميس وجمعة شارع المعز زحمة جدا جدا جدا، لان كل الناس بتيجي، وانا لما مشيت هناك بصراحة ما كنتش متخيل الوضع كده. اللي يجي فكر يجي شارع المعز نصيحة، ما فيش خميس وجمعة، كل اسبوع ماشي خميس وجمعة صعب جدا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان عليكم. الساعة 9